النهارده كابتن خطيب استعرض مع بروكيتش استراتيجيه العمل بقطاع الناشئين في حضور لجنه التخطيط. طبعا بروكيتش المدير الفني التشيكي ميشيل بروكيتش، واحد من المديرين الفنيين اللي استقدمهم النادي الاهلي مع بدايه الموسم السابق الحقيقه لتطوير اداء الناشئين، في ظل طبعا وجود الكابتن خالد بيبو مديرا لقطاع ورئيسا لقطاع الناشئين. النهارده الحقيقه كانت زي ما حضراتكم شايفين قاعده ما بين كابتن محمود الخطيب، الكابتن محسن صالح، الكابتن زكريا ناصف، بروكيتش طبعا اللي جنبه المترجم بتاعه، ايضا كابتن خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين، واستعرضوا الحقيقه تقرير. انا ما اعرفش المدير الفني الحقيقه قال له انا خدت مسابقه 99 ولا ما خدتهاش، يعني حاب اسال. كابتن محمود الخطيب طبعا ولجنه التخطيط استمعوا الى شرح مفصل من قبل بروكيتش لكافه التفاصيل الخاصه باداء القطاع وفرقه خلال الموسم الحالي. ايضا استعرض الاجتماع استراتيجيه العمل ونتائج خطه تطوير القطاع التي سبق ان قدمها المدرب التشيكي في بدايه فتره عمله مع النادي، الى جانب التعرف على احتياجاته في الموسم القادم. بسم الله ما شاء الله عندنا قطاع ناشئين قوي بلاعبيه، بمديرينه الفنيين، برئيسه، بمديره الفني، عندنا فوق كل ده لجنه تخطيط الحقيقه دايما بتقعد في الوقت اللي تلاقي فيه حد محتاج ان هو يقعد معاها بتقعد معاه وبتتكلم معاه علشان تصل الى المستوى اللي حضراتكم شايفينه. تقريبا معظم بطولات الناشئين موجوده في دولاب النادي الاهلي اللي دائما بيكون مملي بالبطولات. خلينا نطلع نشوف تصريحات كابتن خالد بيبو بعد هذا الاجتماع ونرجع نكمل مع حضراتكم. الاجتماع طبعا كان اجتماع طويل شويه لان كان بنتكلم عن كل الاحداث وكل الموسم اللي انتهى. ف يعني التقرير بتاع المدير الفني كان فيه طبعا التقرير بتاعه، فكان محتاج ان احنا كابتن خطيب ولجنه التخطيط ان هي تبص على التقرير وتشوف احنا عملنا ايه الموسم اللي فات، وتناقش طبعا في التقرير يعني جزئيه جزئيه واتكلمنا في كل حاجة. فالحمد لله يعني احنا يعني كان عندنا بلان كده كبير شغالين عليه في الفترة اللي فاتت ولسه مكملين فيه، حققنا منه جزء ولسه مكملين على الجزء الجاي ان شاء الله. بس الموضوع كله كان اللي فات ايه واللي جاي ايه، فاحنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هو مناقشة التقرير وكل ما جاء في التقرير من المدير الفني من احداث من كل حاجه، ناقشنا التقرير الطبي، المدربين، كل التفاصيل ده كل حاجه، واتكلمنا بعد كده عن الموسم اللي جاي ناويين على ايه، نفكر في ايه اللي حققناه من الخطه اللي احنا كنا حاطينها، وايه اللي لسه ما اتحققش، وايه العوامل اللي ساعدك عشان تحقق اللي انت عايزه، او البلان اللي محطوط من سواء مجلس اداره كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط عشان قطاع الناشئين. فالناشئين محطوط له خطه كبيره واحنا شغالين عليها، والحمد لله حققنا جزء منها السنه اللي فاتت. عندنا مجموعه من اللعيب ناشئين النادي الاهلي خرجت للاعراض للدوري الممتاز عدد كبير، عندنا يعني لعيبه هتبتدي تتحرك في اوروبا، وشفنا عروض ابتدت تيجي للعيبه، وانا شايف انه من اكبر نجاح بالنسبه لي انا كقطاع ناشئين السنه اللي فاتت وبالنسبه للقطاع كله، ان لما الفريق الاول احتاج لعيب لقى لعيب من قطاع ناشئين يقدر يكون موجود في الملعب وبيلعب في مكان غير المكان اللي هو بيلعب فيه، وقدر ان هو يعبر عن قطاع الناشئين ويطمن جمهور النادي الاهلي ان قطاع الناشئين فيه لعيبه كويسه، تقدر ان لما تحتاج هتلاقي لعيبه كويسه. ده بالنسبه لي يعني انا شايف ان ده لما تحط كده النجاحات اللي حصلت يعني الفتره اللي فاتت، ده النجاح نمره واحد، ان لعيب الفريق الاول احتاج لعيب لقاه ولقاه بسرعه ومحتاجش ان هو يقعد فتره طويله قوي عشان ان هو يشارك، لقاه واشتغل، والرد الفعل اللي حصل من جمهور النادي الاهلي ده حاجه خلتني ان انا احس لا ان احنا شغالين كويس وشغالين برؤيه مش شغالين بالصدفه. ف
الخطه الموضوعه خطه كبيره بنحقق فيها واحنا ماشيين. يعني انا بحب كده دايما ان الشغل بتاعنا هو اللي يتكلم عننا اكتر من ان احنا نقعد نتكلم او هنعمل ايه، لا يعني احنا في حاجه كده يعني بشغالين عليها ان شاء الله في التطوير اللي جاي، وان شاء الله يبقى حاجه تبقى شكلها كويس وحاجه يعني تليق بالنادي الاهلي. انا شايف النتائج السنه اللي فاتت يعني جيده جدا الحمد لله. طبعا كان نفسنا ناخد كل البطولات، خدنا 2006 و2001 2003 ما قدرناش ناخد البطوله بس كنا المركز الثاني يعني موجودين فرق نقطتين. 99 احنا كنا ماشيين اول لغايه اخر 3 اسابيع بعد ما كنا يعني الفرقه خرجنا منها 10 لعيبه راحوا الدوري الممتاز يعني. فحصل طبعا ضرب الفتره صغيره بس رجعنا تاني مكملين، وكان في المفروض مباراه فاصله يعني نتمنى من اتحاد الكوره بقى ان هو يقول هتتلعب ولا مش هتتلعب، يعني احنا مش فاهمين الدنيا فيها ايه. انما لغايه دلوقتي احنا يعني كنا بننافس على كل البطولات رغم ان احنا خرج من عندنا لعيبه كتيره السنه دي. عجبني جدا الحقيقه كابتن خالد بيبو وطريقه كلامه واسلوبه وازاي بيحضر للسنه اللي جايه. ان شاء الله السنه اللي جايه قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان شاء الله يكون بشكل مختلف وبشكل رائع جدا اكتر كمان من السنه دي. عجبني جدا اللي الناس بتحسدنا عليه. الناس دايما بتحسدنا على ايه؟ يقول لك يا جماعه ما انتوا خدتوا كل البطولات. الكابتن خالد النهارده هو بيتكلم بيقول انا خدت كل البطولات في ما عدا بطوله واحده، والبطوله الثانيه مش عارفين اللي احنا كنا بنتكلم عنها 99. فبالتالي هو بيدور على ازاي ان هو ياخد بقيه البطولات. هو ده النادي الاهلي وهم دول اولاد النادي الاهلي واللي عايزين يعملوا حاجه للنادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله نشوف قطاع ناشئين ناجح جدا خلال الفتره القادمه.